نروح بقى الارقام، للدحيل. ارقام الدحيل. خلينا نقول لحضراتكم كده شويه ارقام انا واحمد، ليها علاقه طبعا بمنافس الاهلي الاول في كاس العالم للانديه. ده جدول عن مشوار الدحيل خلال دوري النجوم القطري موسم 2020-2021. لعب 15 مباراة، وطبعا هو دلوقتي في المركز الثاني في جدول الترتيب، وحصل على 38 نقطة بتسع مباريات فاز فيها وخمسة اتهزم فيها وتعادل واحد بس. طيب احنا اتكلمنا على انه اكتر اندية اسيا انفاقا فيما يتعلق بالصفقات، واتكلمنا انه بيضم عدد كبير من النجوم المميزة جدا، لاعبين الاجانب. خليني اقول لحضراتكم من الاحصائيه دي اللي بنشوف منها انه بيجي في الترتيب نمره 2 بعد السد القطري، وان هو بيتميز بخط هجوم قوي جدا، قدر يسجل 26 هدف. احنا بنتكلم على تقريبا 15 مباراه من عمر الدوري، لكن الحقيقه كمان انه الارقام دي بتكشف ضعف خط دفاعه بشكل كبير جدا، وانه الدحيل كفريق بيعاني من ناحيه او من في النواحي الدفاعيه بشكل كبير جدا، ويعتبر رابع افضل خط دفاع على مستوى الدوري القطري، ودخل مرماه زي ما سجل 26، دخل مرماه 21 هدف، وده يقول لحضراتكم او يدي حضراتكم فكره قد ايه انه دفاعه سهل اختراقه. طيب نروح للمعدل العام لتحليل فريق الدحيل. معدل الاستحواذ عنده، هو الحقيقه الفريق سريع جدا، يعني ايقاع الفريق سريع جدا، يمكن ما عندوش القدره انه يستحوذ بشكل كبير بشكل كاسح، يعني مش تيكي تاكا برشلونه او حتى زي ما ممكن نقارنه بنسبه استحواذ النادي الاهلي، لكنه دايما بيستحوذ بنسبه تقريبا متوسط 57% من الوقت، ولكن الحقيقه عنده قدره على ترجمه نسبه الاستحواذ دي لاهداف وفوز. في ماتشات في الدوري السنه دي قدر يحقق فيها سكورات ثقيله جدا، في ماتشات كسبها 8، في ماتشات كسبها 6، في ماتشات كسبها 5، لكن بالنسبه للفريق الدحيل الفعاليه عنده في انهاء الهجمه اكتر بكتير جدا من قدرته على نسبه الاستحواذ. معدل التمريرات ونسبتها بتقريبا متوسط 534 تمريره بنسبه 86%، معدل الاهداف المسجله 2.4، ومعدل الاهداف اللي دخلت مرماه 1.4. نروح بقى لنقاط القوة بالنسبة للاعبين طبعا اللي في نادي الدحيل القطري. بنتكلم على هداف الفريق في الأول طبعا، إدمالسن بعشر أهداف، ودودو بعشر أهداف، والمعز 6 أهداف. صانع أهداف الفريق بقى أول واحد طبعا دودو 8 أسست، وبعدين المعز 5، وإدمالسن بـ4. والأكثر تصويبا على المرمى إدواردو 49، إدمالسن 36، والمعز 29. التمريرات عندنا كريم بوضياف يمكن اكثر اللاعبين في نسبه او في عدد التمريرات مع الدقه في التمرير، يعني بيقوم 748 تمريره بنسبه دقه تمريرات سليمه 91%. سلطان حسين في المرتبه الثانيه ب 727 تمريره بنسبه دقه 88%، واحمد ياسر 703 تمريرة بنسبة دقة تمرير 86%. بالمناسبة أحمد ياسر ده لاعب مصري. كلام طيب. كتير بقى يعني انت كل الهجوم جاي لك او افضل ناس عندهم طبعا في الهجوم عندك إدمالسن وعندك دودو وعندك المعز علي اللي هو بالمناسبة هداف أمم آسيا. صحيح، بس هو يمكن مستواه مش بنفس القوة اللي شفناه فيها، يعني أنا كنت متوقع على مستوى الأرقام وأنا مستني الإحصائيات تجيلي أن المعز هيكون رقم واحد، لأنه لعيب الحقيقة متميز جدا، لكن يبدو أنه هو تراجع إلى حد ما في الترتيب من حيث المستوى يعني. والحقيقة الفريق غني بالنجوم، ودول اللي هيكون تفاصيلهم أكتر في الفقرة اللي جاية. نقف بالتفصيل ونشوف إيه هي مواطن القوة والضعف في فريق الدحيل، وأهم نجومه وأهم نقاط ضعفه في السادسة.